الكلام الوعر ده انت ناوية على ايه؟ انا مش مستريح لكلامك دي خالص. انا مش ناوية على حاجة وحشة، وما فيش في نيتي غير كل خير، بس يعدي يومين تلاتة كده والعزا يخلص. عايزك تروح لعبد الحكيم وتقول له يا ريت تدي الكريمة وبنات اخوك ورثهم شرع ربنا. ما بتردش عليا يعني؟ اه هتقول لي يا كريمة ماليش دعوة وخرجين انا من المشاكل دي، انا دماغي بتوجعني. الله في سماه، لو قلت حرف واحد من اللي انا قلته ده لكن واخده بناتي وخارجه من بيتك ويحرم عليا ما اخشهوش تاني. قلت ايه؟ حقي ولا مش حقي؟ حقك يا كريم حقك، بس مش وقته يعني. لا ده وقته نص وتلات ارباع. انت مش عارف حاجه، البنك يحجز على الفيلا وانا معيش جنيه في جيبي، نعمل ايه انا والبنات؟ نلف نشحت في الشارع ولا ندور ونمد ايدينا للي يسوى اللي ما يسواش؟ وانا ليا ملايين الملايين، شرع ربنا ده ولا مش شرعه؟ حقي ولا مش حقي؟ وانت راجلي ولا مش راجلي؟ مروان والله العظيم كان قلبي حاسس الا كفيت معايا الليله. حلمي يا اخواتي الحمد لله ان ربنا استجاب لي. تعال اقعد ارتاح. جعان؟ لا. اعمل لك وكل؟ لا. طب ايه رايك اعمل لك فطيره بالعسل؟ انما ايه هتاكل صوابعك وراها. الله يرحمك يا عمي، حتى الحزن استكترينه عليك. ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ اشرب الشاي اهو واخش اتخمد. لا ده انت زعلان، مالك فيك ايه؟ ولا حاجه، الحياه بقى انه ولا حاجه. هو ايه اصله دي؟ ما تتكلم عدل. ما انا بقول لك اهو الحقيقه، انا ولا حاجه. فهمت، تبقى اتخانقت مع شمس. لا ابدا، لا اتخانقت ولا اتصالحت، دي حتى ما افتكرتنيش النهارده اصلا. انا ساعات بحس كده ان انا ماليش اي تلاته لازمه في البيت ده. ومين سمعك؟ بس ارجع اقول لك الحقيقه بقى، انا اللي عملت ده كله في نفسي. معلوم انت اللي عملت في نفسك كده، سبتها تشوط فيك لحد ما بقت هي الراجل. بعيد عن انك بتهزقيني دلوقتي، بس مش هو ده بصراحه كده. ناديه طمعي هو السبب. انا واحد كنت عايش في اسكندريه معزز مكرم، ايه اللي يخليني اجي عايش في الصعيد بلد معرفش فيها اي حد؟ كل ده عشان ابوها مديلي ايده وساعدني وشغلني. رحت انا بقى بطمعي وجشعي قلت يا واد مد ايدك اكتر، اتجوز بنته بقى خليه يساعدك ويقف جنبك ويعمل لك مشروعك في اسكندريه وتكبر. اتوكست زي بس اللي انا اعرفه ان انت بتحب مروان. اه بحبه، بس الحربايه والحريم اللي في البيت ده يخلوا اي حد يكره روحه مش يكره غيره. ما كنتش عارفة أعمل إيه، أقعد ولا أمشي؟ أكمل ولا أقول له يطلقني ويطلقني؟ أبوي لو سمع كلمة الطلاق دي ممكن يحمل فرن ويرميني فيه، وأنا خلاص ما كنتش قادرة. أنا آمنت إن الحب مش كل حاجة، ملعون أبو الحب اللي يخليك تعيش في هم وغم وقلة قيمة. لا نادية بس مروان كويس معاكي. آه مروان ما بيعملش حاجة عفشة، بس كمان ما بيعملش أي حاجة خالص. هو بره
وأنا مطلوقة في البيت، مش قادر يوقف لأمه ولا عمته ولا حتى أخته اللي هي مرتك. أنا خلاص متأكدة أني مش هعيش معاه في هنا إلا لو طلعنا من البيت ده، وده عمره ما هيحصل. طبعاً إذنك بقى إيه، خش اتخمت بقى. تصبح على خير. أنت من أهل الخير. كانت بتقول لك ايه الحربايه المصديه دي؟ هي مين دي؟ هي مين؟ انت عارف واني عارفه والعارف لا يعرف، البنت اللي اسمها ناديه، عمالين تتودودوا مع بعض ولا حاجه. هتقولي ايه يعني؟ وبعدين هو انت بتراقبيني ولا ايه؟ ولا حاجه، بقالك ساعه ودود 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 كلت ودانا. كانت بتقول لك ايه يا ستي؟ لا إيه؟ انا اقول لك كانت بتجويك عليا. لا قالت ولا عادي، تشيلي البنت من دماغك، شيليها من دماغي خالص. طب بيقول لك ايه؟ بقول لك يا شمس، انا تعبان وعايز انام مش ناقص. تعبان من ايه؟ انت بتعمل حاجه؟ شمس ايه؟ زعلت؟ اتضايقت؟ لا زعلت ولا اتضايقت. وبعدين على قولك كده انا ماليش لازمه، ما بعملش اي حاجه، هزعل واتضايق من ايه؟ ولا حاجه. مش القصد، انا عارفه البت ناديه دي ما بتحبنيش، بتكرهني. أنا قلت إنها أكيد أكيد هتجويك علي، وعلى رأي الشاعر لو حد نداك اعمل من السامع برضاك. أني مش مضمون، أني ممكن أقلب مجنون. يقلب بقى ما يقلبش، وأنا يعني لو قلبت عليكي هتفرق معاكي أي حاجة؟ شكل عكيت زي المعتاد. أيوه اهلا عبد الحكيم، اتفضل. انت لسه ما نمتش؟ ومين يجي له نوم؟ ده انا عمال افكر من ساعه ما دفناه. اتفضل. انا كمان مش جاي لي نوم. عارف انا حسيت بايه؟ بايه؟ حسيت بإن مفيش حاجة في الدنيا ليها أي لازمة. فجأة لقيت نفسي بسأل نفسي، أنا ليه عامل مشكلة مع مرضي؟ وليه مضغط عيالي؟ وهستفيد إيه في الآخر من ده كله؟ طب أنا لو مت وهم مش حواليا، أبقى أنا كده عملت الصح. وفي نفس الوقت قلت له ما الدنيا مش مخلوقة عشان نستسلم فيها لكل حاجة، لازم أن يبقى لينا بصمة وعلامة فيها.